السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، وصلنا إلى المحاضرة الثانية والأربعون من منهج الشبكات الأكاديمي. ما زلنا في الفصل الخامس، وراح نتحدث اليوم إن شاء الله عن الـ Error Detection and Correction، اللي هي أحد وظائف الطبقة الثانية، اللي هي كشف الأخطاء وتصحيحها. مثل ما ذكرنا سابقا، كشف الأخطاء وتصحيحها موجود في الطبقة الرابعة، ولكن الموجود في الطبقة الثانية يختلف إلى حد ما، لأنه يعمل فقط بين الأجهزة المتجاورة، يعني مثل ما قلنا Adjacent أو Neighboring Devices. يتم ذلك بإضافة مجموعة من الأصفار والوحدات أو البتات إلى البيانات الأصلية. هذه البيانات نسميها EDC، اللي هو Error Detection and Correction Bits، اللي هي بتات كشف الأخطاء وتصحيحها. وهذه طبعا تعتبر هي Redundancy، يعني إضافة على البيانات الأصلية. يعني إذا كان المستخدم لديه رسالة حجمها 5 كيلو بايت، ممكن أنه بعد إضافة هذه البيانات تكون 5.5 أو 5.75 إلى آخره. يعني هي مجرد بيانات إضافية يتم إضافتها من قبل الحاسوب إلى البيانات الأصلية لتسهيل عملية كشف الأخطاء في جهة المستلم. دي هي البيانات الأصلية اللي إحنا نريد نحميها من الخطأ، أو يعني نكتشف وجود خطأ فيها، والتي أيضا تتضمن الهيدر فيلدز. الـ Error Detection is not 100% reliable، يعني كشف الأخطاء هو ليس موثوق 100%، لأنه هذه البروتوكولات اللي نستخدمها قد تقوم يعني عدم اكتشاف بعض الأخطاء، but rarely، يعني ولكن بشكل نادر جدا، أي أنه هذه البروتوكولات هي موثوقة إلى حد كبير ولكن ليست 100%، لأنه لا وجود لنظام يعمل 100% في الواقع إلا نادرا. Larger EDC fields، يعني كلما كبرنا حجم الـ EDC، كلما زيدنا عدد البتات التي يتم إضافتها إلى البيانات الأصلية اللي هي الخاصة بكشف وتصحيح الأخطاء، كلما كانت عملية الكشف والتصحيح أفضل. العملية تتم كالآتي: أنه البيانات التي تأتي من الطبقات العليا، والتي هي حاليا يعني بالنسبة لنا أنه نعمل بالطبقة الثانية، البيانات التي تأتي من الطبقة الثالثة نسميها داتاجرام، هذه نقوم بإضافة، هذه نسميها دي، اللي هي طبعا دي من البتات أو من الأصفار والوحدات، نقوم بإضافة كود معين لها اللي هو EDC، وهذا أيضا يتم حسابه بطريقة معينة راح نتعرف عليها إن شاء الله بعد قليل. بعد ذلك يعني يتم جمع هذه البيانات كلها وإرسالها عبر الروابط. طبعا هذه الروابط هي برون تو بيت ايرور، يعني هذه الروابط هي عرضة لحصول أخطاء معينة. قد تكون هذه الأخطاء بسبب تحول بعض الأصفار إلى وحدات، أو بسبب النويز، أو بسبب الاتينويشن مثل ما ذكرنا سابقا، يعني ضعف في الإشارة، أو وجود نويز أو ضوضاء من مصادر أخرى، أو حصول أخطاء بسبب يعني الكثير من المشاكل التي تحصل في الإرسال السلكي أو اللاسلكي. بعد ذلك راح نتم يعني راح يتم استلام البيانات في الجانب الآخر، اللي هو الحاسوب المستلم، واللي هو مثل ما ذكرنا مجاور للحاسوب الأصلي، يعني فقط يربط بينهما سلك واحد أو رابط واحد سلكي أو لاسلكي. البيانات اللي راح نستخدمها أو نستلمها نسميها دي داش، الأصلية كانت دي التي استلمناها هي دي داش. فإذا كانت كل البتات في الدي داش أوكي، يعني مساوية للدي، راح نصعد البيانات إلى الطبقة الثالثة، يعني تمام، ما في شيء، يعني ماكو مشكلة. ولكن إذا لا، if no، يعني إذا لم تكن كل البتات الواصلة هي نفس البتات الأصلية، إذن detected error، يعني هناك خطأ تم اكتشافه. بهذه الحالة طبعا إذا كان الخطأ قابل للتصحيح يتم تصحيحه في داخل الجهاز المستلم، إذا كان غير قابل للتصحيح فهذا الجهاز المستلم راح يقوم بإرسال رسالة تخبر المرسل بأنه البيانات وصلت معطوبة أو فيها أخطاء معينة، مما يضطر المرسل إلى إعادة إرسال البيانات. فكيف يتم حساب هذه الـ EDC، اللي هو الـ Error Detection and Correction Bits؟ هذه طبعاً لها العديد من الطرق. الطريقة الأسهل أو التي هي يعني البديهية، أنه يتم يعني التعامل مع البيانات على أنها هي سلسلة من الأصفار والوحدات ذات بعد واحد، يعني عبارة عن فيكتور أو لستة من الأصفار والوحدات. فيتم حساب عدد الوحدات في هذه السلسلة. إذا كان عدد الوحدات زوجي، اللي هو الparity، parity معناتها زوجي أو اختبار الزوجية، إذا كان عدد الوحدات زوجي يتم إضافة واحد هنا، أما إذا كان عدد الوحدات فردي فيتم إضافة صفر. بهذه الحالة إحنا نحسبهن 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فعدد هذا 9 هو يعتبر عدد فردي، فلأنه عدد فردي لم تتحقق زوجية عدد الوحدات فنضيف صفر. لو كان عدد الوحدات فردي أو زوجي نضيف واحد، وهكذا. فهذا هو يعني راح نقوم فقط بإضافة بت واحد، والذي يمثل عدد الحالة الزوجية في عدد الأصفار والوحدات للبيانات الخاصة به. طبعا هذا هو كان مستخدم في وقت من الأوقات، إلا أنه هذه يعني هذه العملية ضعيفة، لأنه ممكن أن يكون هناك
انقلاب في اثنين بتات، يعني لو أزيلت اثنين وحدات، اثنين من هذه الوحدات تحولت إلى أصفار لبقيت هذه صفر، أي أنه حصل لدينا خلل معين، حصل لدينا انقلاب في بعض البتات ولكنه لم يتم الكشف عنه. لزيادة نسبة الكشف تم إضافة يعني أو تم ابتكار في الطريقة هي تو دايمنشنال بيت باريتي، اللي هي التعامل مع البيانات بتو دايمنشن، يعني ببعدين، يعني رو وفكتر، رو اند كولوم اللي هو يعني الصفوف وأعمدة. فيتم حساب، يتم تصفية البيانات أو تجميعها على شكل سلاسل من الأصفار والوحدات ووضعها في مصفوفات ثنائية الأبعاد ذات يعني صفوف وأعمدة، ويتم حساب البارتي للصفوف وكذلك حساب البارتي للأعمدة، وبالتالي نحصل على فد نتيجة نهائية، بحيث أنه مثلا إذا هذه واحد 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 وضعنا واحد 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 صفر إلى آخره، يتم حساب البارتي الخاصة بهذه الأصفار والوحدات الخاصة بالصفوف والخاصة بالأعمدة. بعد ذلك يتم حساب هذا المقدار الأخير اللي هو فقط يعني النتيجة النهائية الخاصة بهن. في حالة وجود خلل معين يعني يمنع هذا الشيء من، يعني يمنع هذا البت من أن يكون صفر، إذا قارنا البارتي تشيك الخاصة بالأعمدة والبارتي تشيك الخاصة بالصفوف ووجدنا في خلل معين يعني يمنع تحقق الشروط للصفوف والأعمدة، عند ذلك راح نقول بأنه أوكي عندنا بارتي ايرور، أنه تم اكتشاف خطأ معين ولكنه كوركتبل لأنه سنجل بت. إذا كان هناك انقلاب في بت واحد من صفر إلى واحد أو من واحد إلى صفر فهذا يسمى كوركتبل، يعني قابل للتصحيح. وطبعا طريقة حساب هذه الأصفار والوحدات مشروحة بشكل أكثر تفصيلا في الكتاب، يعني بالنسبة للناس اللي يحتاجون معلومات أكثر عنها. الطريقة الثانية المستخدمة لتصحيح الأصفار والوحدات اللي هي تسمى الإنترنت تشيكسم، هذه تحدثنا عنها عندما كنا نتحدث أو في الفصل الثاني أو الفصل الثالث إذا أتذكر بشكل صحيح. هذه كانت مستخدمة في الطبقة الرابعة واللي هي أيضا تكتشف الأخطاء أو انقلاب البتات في البيانات المرسلة، وهي تستخدم فقط بالترانسبورت لاير مثل ما ذكرنا. السندر راح يقوم بمعاملة البيانات على أنه هي سلسلة من الأصفار والوحدات اللي طولها 16 بت، ثم بعد ذلك يقوم بحساب ما يسمى بالتشيكسم واللي هو جمع الوانس كومبليمنت اللي هو المتمم الأول لهذه البيانات، يجمع البيانات مع الوانس كومبليمنت الخاص بها ويقوم بإرسال هذه البيانات يعني الأصلية إضافة إلى التشيكسم. وأيضا احنا هذا الشيء يعني تحدثنا عنه في الفصل الثالث، وهذا فقط ريفيو، يعني هذا مجرد مراجعة لأنه نتحدث عن هذا الشيء بشكل مفصل وشرحنا أيضا أمثلة رقمية عن هذا الموضوع. الريسيفر راح يقوم بحساب التشيكسم أيضا للبيانات المستلمة ويقارن التشيكسم الذي حسبه مع التشيكسم المستلم، إذا كانت نفسهن إذا يعني إذا كان التشيكسم المستلم يساوي التشيكسم الأصلي، إذا كان نعم إذا no error detected، أما إذا كان غير متساويات إذا هناك خطأ معين حصل في البيانات أثناء إرسالها، أي أن هناك بعض الأصفار أو الوحدات يعني انقلبت إلى الحالة الأخرى، ولكن maybe errors nonetheless، يعني حتى مع ذلك يعني هذه هي ليست نتيجة حتمية 100%، لأنه بعض الأحيان أيضا تحصل بعض الأخطاء التي لا يمكن اكتشافها. الطريقة الأخرى أيضا المستخدمة بشكل كبير في شبكات الإيثرنت يعني السلكية واللاسلكية والATM اللي يسميها Cyclic Redundancy Check CRC، هذه هي More Powerful Error Detection Coding، يعني هذه طريقة تشفير أكثر فعالية لكشف الأخطاء. أيضا راح ننظر إلى البيانات على أنه هي سلسلة من الأصفار والوحدات أو البتات اللي هي اسمها D as a binary number، يعني كرقم ثنائي. راح نختار فد سلسلة من البتات هي حجمها R زائد واحد بت باترن سميها جنريتر G. الهدف أنه نقوم بإنشاء فد سلسلة أصفار ووحدات بتات اسمها CRC ونقوم بإضافتها بحيث أنه تصبح لدينا D البيانات الأصلية زائدا R اللي هي CRC، أو يعني إذا وضعنا D وبجانبها R هي راح تكون exactly divisible by G modulo 2، يعني ال D وال R راح تكون قابلة للقسمة بدون باقي على ال G اللي هي الجنريتر الأصلية اللي هي ال R زائدا واحد موديولو 2، يعني الموديولو 2 هي عبارة عن باقي القسمة على 2 يساوي صفر. يعني فالريسيفر طبعا الترانسميتر والريسيفر اثنيناتهم راح يتفقون على هذه السلسلة من الأصفار والوحدات اللي هي الشفرة أو الجنريتر المولدة، شفرة التوليد لهذه العملية. فالريسيفر يعرف هذه G ويقوم بقسمة ال D وال R على G، إذا كان الباقي لا يساوي صفر إذن error detected، لأنه إحنا نحتاج أنه يكون الباقي صفر،
أما إذا كانت الباقي صفر، إذن البيانات المستلمة صحيحة ولم يحصل فيها أي خطأ أثناء الإرسال. وطبعا هذا يمكنه أن يكتشف كل أنواع الأخطاء في البيانات ما دامت حجم الأخطاء أقل من R زائد واحد. طبعا هذه R زائد واحد يعني لها حسابات معينة تختلف من جهاز إلى آخر ومن CRC إلى أخرى. يعني CRC الخاصة بالبيانات بالإرسال السلكي تختلف عن CRC الخاصة بالبيانات اللاسلكية وهكذا. طبعا مثل ما ذكرنا هذه الشفرة مستخدمة بشكل كبير في الواقع العملي، يعني في شبكات الإيثرنت السلكية والـ 802.11 اللاسلكية أو الواي فاي، وكذلك شبكات الـ ATM. البيانات مالتنا الأصلية مثل ما ذكرنا اسم هندي من البتات. الشفرة اللي راح نضيفها أو نقوم بتوليدها هي CRC، واللي هي يعني حجمها R من البتات. الهدف النهائي أنه D مضروبة في الاثنين OR exclusive OR R يجب أن يساوي صفر. يعني exclusive OR هذا يعني هي دالة منطقية، اللي هي إذا كانت صفر صفر تعطينا المتشابهات صفر والمختلفات واحد. يعني صفر صفر تعطينا صفر، واحد واحد تعطينا صفر، صفر واحد واحد صفر تعطينا واحد. هذه أيضا يعني دالة منطقية بالنسبة للإخوان اللي ما يعرفوها. فهذه المعادلة الرياضية النهائية اللي احنا على أساسها يتم حساب وجود خطأ أو عدم وجود خطأ في البيانات المستلمة. اللي احنا نريده مثل ما ذكرنا هو أنه الـ D مضروبة في الـ 2 أس R exclusive OR R يساوي لنا NG. وهذا أيضا يكافئ في يعني بالحقيقة أنه الـ D في الـ 2 أس R يساوي لنا NG exclusive R، واللي هو أيضا يساوي لنا إذا كانت يعني قسمة D في 2 أس R على G تنطينا الريمايندر R، يجب أن يحقق هذه المعادلة. الريمايندر اللي هو الباقي، يعني إذا كانت هذه هي السلسلة الأصلية اللي هي الـ D مضروبة في الـ 2 أس R مقسومة على الـ G اللي هو الجنريتر أو دالة التوليد اللي هو CRC نفسها، لازم يكون الريمايندر الباقي هو D في 2 أس R مقسوما على G. هذا هو بالضبط، يعني بدون باقي. فنلاحظ هنا أنه مثلا إذا افترضنا أنه هذه هي الـ D، ولأنه الـ R 3 ضربناها في 8، يعني في 2 أس 3 اللي هي 8، معناته ضفنا لها 3 أصفار إلى اليمين، راح نقسمها على الـ G، والـ G طبعا مثل ما ذكرنا هو رقم متفق عليه بين المرسل والمستقبل. إذا قسمنا هذين الاثنين نلاحظ أنه مثلا بما أنه هذه أربع قيم، ناخذ أول أربع قيم، فحاصل قسمة هذا على هذا هو 1 في هذا يطلع ينزل نفسه، 1 ناقص 1 0 واحد، واحد ناقص واحد صفر، واحد ناقص صفر واحد، وهذه صفر ناقص صفر صفر، واحد ناقص واحد صفر أيضا، صار عندنا واحد صفر واحد، طبعا ظل عندنا واحد صفر فقط، وهذا غير قابل للقسمة عليه، فنقوم ننزل واحد هنا، وبما أنه أيضا بعد ما يكفي نضيف صفر وننزل الصفر الآخر، وهكذا. يعني مجرد قسمة أرقام، يعني هذه binary division، يعني مجرد قسمة أرقام ثنائية بشكل طبيعي. لاحظ أنه بالنتيجة النهائية الـ R اللي يطلع لنا هذا الـ R، إذا كان هو نفس الـ R المطلوب من معادلتنا الأصلية إذن الأمور تمام. إذا لم يكن كذلك إذن يعني أكون هناك أخطاء حصلت في البيانات أثناء إرسالها أو يعني وعند وصولها إلى المستقبل، فإن البيانات التي استلمت هي ليست نفس البيانات التي تم إرسالها. هناك بعض الأصفار أو الوحدات فليبت، يعني قلبت الأصفار إلى وحدات أو الوحدات إلى أصفار. عند ذلك يقوم بعد المستلم أما بتصحيح الأخطاء أو بإرسال رسالة إعادة، يعني إرسال رسالة طلب لإعادة الإرسال من قبل المرسل. هذا هو كل ما يخص الـ Error Detection and Correction اللي مشروح في هذا الفصل. طبعا هذا هو يعني بحق البحث ودراسة كبير جدا، يعني ممكن يعني هناك أيضا يعني كتب كاملة مؤلفة عن هذا الموضوع، إلا أنه في الكتاب لم يتم التطرق إلى كثير من التفاصيل حول هذا المجال، فقط هي التعريف بوظائف هذه الطبقة، واللي من ضمنها هي تصحيح الأخطاء واكتشاف وجودها. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح تتحدث عن المالتيبل أكسس بروتوكولز، بروتوكولات التحكم في وجود عدة أجهزة تستخدم اللينك في نفس الوقت، وكيفية يعني تحديد من هو الجهاز المسموح له بالإرسال ومن الجهاز الذي يجب أن ينتظر وهكذا. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا، مع السلامة.